بسم الله الرحمن الرحيم، معكم عرابي في فيديو جديد. وقبل ما نبدا اي حاجه، يا ريت كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وشكرا قوي على دعمكم للحلقه اللي فاتت والفيديو اللي فات، كان دعم رهيب الصراحه. ويا ريت لو انت اول مره تشوفني تحط لي لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل حاجه. والنهارده جايين نعمل او نتعلم ثلاث حاجات. اول حاجه شوط ضربات الجزاء، تاني حاجة صد ضربات الجزاء، تالت حاجة نجيب جون من السنتر، يعني من السنتر نجيب جون على طول، يعني مفيش اسهل منها. قبل ما نبدأ، لو انت لسه ما حطيتش لايك حط لايك ونروح على الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجة معانا شوط ضربات الجزاء، وده استعراض ليها. هي بتبقى في مكان، يعني لو صاحبك راح عليها يروح على متأخر، يعني هو مش احتمال كبير ولا احتمال صغير انه يجيبها، يعني هو ممكن يجيبها بس احتمال تخش 70%. نجيب نلعبها ازاي بقى؟ لو انت بتلعب زرار بالزراير، هتروح تكي مثلا يمين خالص وتحت، مش يمين بس، يمين وتحت، يعني يمين وتحت، وتملى الباور على الاخر، تملى الباور على الاخر زي كده، يعني الباور كده مليان على الاخر. وهتشاط، هتروح حتى لو جون نط عليها، لو صاحبك يعني نط عليها هينط متاخر مش هيلحق يوصل لها. لو هنشوط مثلا ناحية الشمال، هتك الشمال وتحت، مش شمال بس ولا تحت بس، شمال مع تحت، هتروح في يعني في مقتل. ممكن تخبط في العرضة وتخش، انا مش بقولك 100%، انا بقولك مثلا 90%. لو هنشوطها بقى فوق زي دي كده، ده استعراض ليها برضو. لو هنشوطها فوق، هنحدد مثلا يمين وفوق او شمال وفوق، يعني دي اهي يمين وفوق، نحدد يمين وعلامه فوق، يعني يمين والزرار اللي فوق. انت ما تحددش طبعا، انت من غير تحديد. والباور لحد العلامه الصفراء او قبليها على حسب باور اللاعب، يعني ميسي في الشوط 95 يعني نص الباور، او علامه شمال وفوق، علامه شمال وفوق لحد العلامه الصفراء. وتشوط هتروح سهلة قوي، ولو حارس نط عليها مش هيتوقعها. تاني حاجة بقى معانا صد ضربات الجزاء، انا ما بقولكش صد ضربات الجزاء انك هتصدها 100%، لا، يعني انت بتشتت صاحبك اللي قدامك، يعني في بص قاعد يعمل له يمين شمال فوق تحت كده، يعني بص قاعد يسقف له ويفرد دراعه، هي دي انت بتشتته. مثلا تقول له هتشوط يمين هتشوط شمال، اول حاجه لو هتشوط شمال وانت بتصد هتدوس مربع هيشاور ناحيه الشمال، لو عايز ناحيه اليمين هتدوس دايره هيشاور ناحيه اليمين، لو مثلا عايزه يسقف زي اللي جاي دي كده هتدوس اكس، هتفضل تدوس على الاكس هيفضل يسقف. في حاجه بقى تاني المثلث بيعملها، هنشوفها بعد الشوطه دي. اول حاجه انا عيدها تاني، لو عايز يفرد كده هتفضل تدوس على المثلث هيفرد نفسه، هيفرد جسمه يعني وكده. لو عايز ناحيه اليمين هتدوس دايره، مثلا انت تقول له انت هتشوط ناحيه اليمين وتفضل تعمل له كده، مثلا هتشوط ناحيه الشمال زي كده بالمربع وتشتته بره، تخرجه بره التركيز يعني هو بيشوط. او ممكن انت تقول له شمال هو شوط شمال برضه، لو عايزه يسقف وكده شوط، ايوه مثلا تفضل تسقف كده وتقول له شوط، تفضل تدوس على اكس، يعني هي انت بتطلعه بره تركيزه. الحركه بقى اللي بعدها واخر حاجه معانا اللي هي الحركه الثالثه، اللي هو تجيب جون من السنتره. استعراض ده اهو معانا، رونالدو لعبها وماجواير هيلعبها، يعني جون هروح انفراد لوحده وكده. اهي تاني دي حاجه غيرها، مثلا لو صاحبك عرف انت برضو تضحك عليه تلعب، هو هيكون نازل عايز يضغط، اهي يعني ايه ماجواير العبها رونالدو شوت انت بقى وفينشك. لو فيش الفينش بتاعك هايل هتخلصها. اول حاجه بقى هندوس ال1 مع الباص، اول وانت بالسنتر ال1 مع الباص للمدافع اللي هو اخر واحد تلعبها، المدافع بقى يبص على المدافع اللي جنبه او اي حد قدامه، المدافع بقى واللي هيلعبها ثرو هتلعب بالال1 مع المثلث اللي هو ثرو عالي، ال1 مع مثلث الباور كله نص الباور عادي، بس هو الباور كله. وبعدين
هتروح له تشوت انت وفينشك. نعيدها تاني، اللون مع الباص اللي هو الاكس وانت بتسنتر، ترجع على المدافع الاول وبعدين المدافع التاني، اللون مع السرو اللي هو المثلث، توصل لحد المهاجم. يعني لو الفينش بتاعك جبار يعني شوت جون 100%. وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا السريع النهاردة، واحنا 143 سبسكرايب بس. ممكن انت تدعمنا لو انت لسه ما اشتركتش في القناة، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، ولو كومنت كده تحفزني بيه ويعني روق عليا زي ما بروق عليك. ولو صاحبك ما يعرفش انت ما يعرفش الحركات دي ممكن تقول له عليها ويجي يشوفها برضو. وكده نكون خلصنا وسلام.